يعني نفس المساحة؟ تقريبا نفس المساحة، موجودة هالسنة بقلب السيتي مول بمطرح، هديك السنة كان مطرح مكشوف، هالسنة حيكون مطرح مغلق بخيمة. هيك كيف ما كان التقسيم كان بالضبط فيهم يستفيدوا منها على مدار الفترة اللي نحن موجودين فيها هونيك اللي هي لنيسان، واللي عم بصير مثل ما قلنا انه عم بصير اقبال، وخاصه عم بلاقوا هونيك هيدي الرياضه نحن عم نتعاطى معها بطريقه امنه، يعني كان المونيتورز اللي جوا عنا